جي خمسة يعني، وابن اخويا الثالث. وابن اخوكي كمان؟ ستة. احكي لنا حاجة يا مل، احكي لنا مين اللي راح وراح ازاي؟ اللي راح علي طبعا هو مسافر من غير ارادتي يا استاذ وائل. انت مش دموم عشان ماشي، فكان عندي نسابه في الشرقية. انت اللي توفى عندك؟ توفى عند علي ومراته وولدين وبنت. علي ابنك؟ ومراته وولدين؟ وولدين وبنت. وولدين ولاد؟ احفادك؟ احفاد انا. العيله كلها؟ واخو المدام مرات علي. احكي لنا ملابساته ايه؟ ايه اللي خلاه يفكر انه يهاجر؟ قله الشغل يا استاذ وائل. دكتور عمرو. استاذ عمرو الله. ماشي. قله الشغل ماشي، مفيش شغل. ان اشتغل مثلا هو نقاش ماشي، وصاحب مرض ماشي، يعني عنده كليتين مليانين حصه ماشي، وماشي بالعلاج. الشغل ان اشتغل مثلا مفيش حد بيبيض مثلا او بيعمل شقته ماشي كل شهر او كل فين وفين على ما واحد يفكر يعمل شقته ماشي. فمن قلة الشغل دقت به الدنيا ماشي. فقال لي يابا انا هسافر. كل ما يقول لي انا هسافر انا امنعه، ما اقول له لا يا ابني ما تسافرش. لحد ما راح قبل رمضان الشرقية عند نسايبه. فأهل الناس اللي بتسافر منك معظم اللي في ايطاليا دول من الشرقية. فقال له علي ما تيجي تسافر معانا. ازاي ومش ازاي؟ قال له هتيجي مثلا هتدفع جزء والجزء التاني هيتبقى عليك، مش تكتب شيكات بيه ماشي على ما تسافر. دي صورة علي كله، بس ابن اخويا مش ده علي. دي صورة علي. مرحوم علي جمال و... الله يرحمه. وزوجته غادة عزت عبد الفتاح. الطفلة دي ارهابية يا استاذ عمرو. الطفله دي لا، هو حد قال ايوه الحكومه قالوا ارهابيين يا عم الشيخ. ودي صوره ماشي. دي صوره الحفيده. الحفيده اسمها ايه؟ دي مياده. مياده علي. دي مياده. وبقيه الاولاد كانت معاهم على المركب برضه. كانت معاهم على المركب. أيوة. ومين ده؟ وبقيه الاولاد خدتها من خدوها مني هنا في الاستديو. الصور اللي فيها الاولاد كلها. علي قال لك انا هسافر عشان مش لاقي شغل. مش لاقي شغل. طيب انت قلت له ايه لما قالك انا عايز اسافر؟ قلت له لا يا ابني ما تسافرش، رزق هنا رزق هناك. يعني كان بيطلع له كام في الشهر تقريبا؟ يعني بالنسبه في كل ما تجيله شقه مثلا يعني في حدود 700 جنيه 800 جنيه يا استاذ وائل. مش في الشهر ده، حسب الشغل ما بيجي. يعني حسب الشغل ما بيجي. يعني بيطلع له 700 جنيه في الشهر تقريبا، وبيصرف على مراته وعنده اولاد قد ايه حضرتك؟ معاه ثلاثة. طيب لما قال لك انا عايز اهاجر، مصاريف الهجرة دي ليها تكاليف؟ لها تكاليف. دفع 5000. دول اولاده اللي قدامنا دول مظبوط؟ دول كلهم ماتوا. دول اولاد يعني. هو خدهم هو ومراته والاربع اولاد على المركب؟ لا، الثلاث اولاد اللي الناحية دي دون وابن عمهم. ده مش ابنه، ده مش معاه. يعني الثلاثة دول كانوا مع المركب. كانوا مع المركب. يعني واخد مراته وولاده؟ واخد مراته. طب ليه يعني ليه ما قالش اروح لوحدي مثلا في الأول؟ قالوا له بقى مش انت سنك كبير مش هتخش الا ان خدت اسرتك وياك. تاخد اسرتك وياك تخش، ولادك هناك هيخشوا مدارس ويتعلموا ماشي، وهتعيش عيشة حلوة. دفع كام؟ دفع كام يا حاج جمال؟ دفع 5000 جنيه. جابهم منين 5000 جنيه؟ مستلفهم من البلد من غير ما من غير علمنا. والله مستلفهم. ايه يا حاج احكي لي ايه اللي حصل؟ قال لك ايه بقى اللي حصل يا ابني؟ هو قال انا هسافر ياما. قلت له يا ابني بعيد عن الطريق دي، اللي بيروح وبيموت. قال لي ياما انا عاوز اعوضكم تعبكم، انتوا تعبتوا معانا وانا مش لاقي اعمل لكم حاجه هنا، مفيش بايدي حاجه اعملها هنا. انا عاوز اسافر ياما عشان اسعفكم شويه، انتوا شقيتوا علينا وتعبتوا علينا وعاوزين علاجات، مفيش فلوس والبلد فقيرة مفيش شغل، ومعايا ولدين تاني يقولوا عاوزين نعمل زي ما اخونا عمل. احنا ما معناش فلوس، احنا عاوزين نطلع نشق طريقنا. بس هو مش عارف ان في خطورة في الموضوع ده، وشاف الناس اللي راحت وما رجعتش قبل كده يعني، ولا هو كان وصل الى مرحلة يأس ان هو لا مرحلة في ناس بتعدي. في ناس بتعدي يعني، في اللي بينجح ناس ربنا بقى ما بيعدهمش. يعني اللي بتنجح الحفلة. طب وانت شجعتيه؟ قلت له روح؟ انا ما شجعتوش. امال قلت له ايه؟ اشجعه على موته. ده من ساعة ما مشي يوم الثلاث وانا دمعتي ما نشفتش، وبقى قلبي مخطوف وعيط. ابي يقول لي طب ما تفوليش عليه،
هو اللي اختار لنفسه كده. ده اللي مفيش سواد الليل وجه الخبر ماشي التلات الساعة 2 يدوبك سواد. اتفق مع مين يا حاجة بقى عشان يسافر؟ واحدة اسمها عزة. قالت له ايه؟ هي اللي غوته وهات عيالك وهناك هيبسطوك وهيدخلوك وكلام من ده. غوت الولد هي اللي بتغوي الناس على السفر بتمهل لهم الطريق. طب عمل ايه بقى؟ بتمضهم يعني على شيكات. على شيكات بايه؟ شيكات بالتلاتين الف. هو بيدفع كام عشان يسافر؟ 35 الف للفرد ولا ليهم كلهم؟ لا للفرد. يعني دفع 35 الف ليه ولمراته والتلات عيال؟ لا هو دفع 5000 مبدئيا. وبعدين؟ بعد كده مضيها على شيكات لما يوصل. لما يوصل بقى. طب هجيب فلوس منين لما يوصل؟ ماشي. اما يوصل بقى هناك فلوس بالهبل. الفلوس كتير هناك. هناك فلوس كتير. الفلوس هناك كتير هتجيبهم بقى يعني شهر ولا شهرين هيسدوا. جالكوا الخبر امتى؟ جالنا الخبر يوم الاربعاء. طلع الجسامين كلها طلعت؟ لا احنا جالنا الخبر ان المركبه غطست بيهم. وبعدين؟ فابوه قلبه كلو قال ايه انا هروح اشوف ليكون ايه في ضمن المركبه دي. قلت له يا شيخ لا ده بيقولوا ركبوا ومشيوا. قال لي لا هروح. قلت له طب يلا. خدنا بعضنا انا وهو ورحنا. فبنسال شفناهم لقيت صدمنا لقيت غدا دي في قلب الثلاجه وبنتيها في ثلاجه تاني. الله يرحمها. لقينا عيله في مستشفى الحمديه العصريه لقينا علي وامها في مستشفى الرشيد. علي كان في كان برضو طلع. لا علي ما كانش طلع. علي طلع طلعوا اخر النهار. صليتوا بقى عليهم صلاه الجنازه ودفنتوهم؟ دفنا ثلاثه يعني ثلاثه طلعوا ودفناهم يوم الجمعه. وثلاثه طلعناهم امبارح ليله امبارح دفنناهم. عمليه اخراج الجثث تمت ازاي؟ بس الله يرحمه. هو بالنسبه لتخريج الجثث كانوا هم كانوا مسهلين ماشي في الرشيد كانوا مسهلين لنا اللي يعني اللي شيل الجثث. بس انا عندي مشكله يا استاذ وائل المرات عالي دي والبنت الصغيره متاخد الاعضاء بتاعتهم. يعني ايه؟ متشرحين فاتحين جنبهم ماشي ومتاخد الاعضاء بتاعتهم ومليان قلبها قط شفت بعين ومخيطينها كده. طبعا انا علشان ما اعملش مشكله طبعا الجثث عالي طالع منفوخ والجثث طالعه من غرق طبعا طالعه مريحه ماشي. فانا قلت دي بتقول لي غدا ما مش متاخد الاعضاء بتاعتها. قلت لها طب طولي بالك بس على ما ندفن ماشي نشيل الجثث من هنا وندفن. يعني ايه متاخد الاعضاء بتاعتها؟ مشقوقه استاذ عمرو من هنا كده ومتاخد الاعضاء بتاعتها مشقوقه ليه من مش هنا؟ مش غرقانه؟ نعم مش هي غرقت؟ غرقانه وطلعت من الغرق اتحطت في الثلاجه بس طالعه اكنها لسه ميته قدام منا انا مطلع خارجها. امال ايه الاعضاء اللي اتاخدت منها؟ مشقوقه. امال مشقوقه من هنا ليه يا استاذ عمرو؟ مشقوقه ومتخرزمه. ماشي مشقوقه ومتخرزمه وامها نفس النظام يرضي مين؟ طيب